أعزائي المتابعين، كل سنة وأنتم طيبين. من فترة كبيرة كده كان حصل على تويتر هاشتاج بيقول لا تتزوج من معلمة. الهاشتاج ده بيقول لك إن أنت أوعى تتجوز مدرسة، وكاتبين بقى أسباب كتيرة، من أهمها هنقول لكم بعد الفاصل. اهلا بكم. اول سبب كتبوه طبعا على تويتر وهم مسؤولين عن كلامهم، ان هي هتقعد في وشك طول الصيف، تفضل قاعده لك كده اجازه الصيف كلها وراش حاجه الا انت رحت فين، جيت منين، عملت ايه، مستقبل يا معلم. اللهم اني اعوذ بك من كل شيطان عتيد ومن شر الحيات السنانه والافاعي السامه. على امك. واحد تاني كاتب على تويتر برضك على نفس الهاشتاج بيقول لا تتزوج معلمة لأن ريحتها طباشير، ولا تتزوج طبيبة لأن ريحتها أدوية، تزوج محاسبة لأن رائحتها فلوس. والله عنده حق، نظرية برضه. أنت جبت المعلومات دي منين؟ واحد تالت بقى وده خبير في اللغة العربية بيقول لك لا تتزوج معلمة، وخصوصا معلمة اللغة العربية، لأنها تدري متى تضمك ومتى تكسرك ومتى تجعل لك لا محل من الإعراب. هتجيب اخرك يا معلم. ندخل بقى على كلام المصريين. المدرسه اسهل حاجه في لسانها اطلع بره الفصل، وساعتها مش هيبقى فصل. اطلع بره، اطلع بره. اجمل حاجه في المدرسه او المعلمه ان انت هتخش البيت هتلاقيها ماسكه عصايه وطايره تجري ورا عيالك في قلب الشقه، من المطبخ للحمام للصاله. الله يعينك. ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ اجمل حاجه بقى في جواز المدرسه ان انتوا لما تبقوا قاعدين قعده صفا كده هتلاقيها بتقول لك لو سمحت اعرب لي الجمله دي. لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. مين اللي هيعرب؟ طب ايه رايك تختار من متعدد؟ ودي طبعا اسهل حاجه. المدرسة لما تكون رايقة هتلاقيها بتقول لك نكت باللغة العربية الفصحى، وانت طبعا مش هتفهم أي حاجة. كيف كان يومك؟ يومي كان عادي. عادي؟ أم أوتوماتيك؟ وبما إن الستات بتحب تدندن وهي في المطبخ أو في الحمام، فأنت ممكن تلاقيها بتقول لك معلقة من المعلقات القديمة. وده وارد جدا. الحلزونة انتحرت. والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير. طبعا كل التحية والتقدير لكل المعلمات في كل الدنيا. دي كانت عبارة عن حاجة كده بنهزر بيها وكلها منقولة من تويتر. لو عايزين الهاشتاج هتلاقوه على تويتر لا تتزوج من معلمة. أنا مش مسؤول عن أي حد يشير الفيديو.